يفوز اللحم تاع العجل ما هي في 200 والاخرى 300 وما يسكوش إيه. في الله ما يسلك الوكان ما ياكل يخدم البقره راجل مليح هذا دزك تبون من هيو دعمنا بالعلف صح قولوا احنا وضعنا والله قولوا انا وضعنا قولوا وقفوا كيف تاع الرجال الاولى مع فلسطين والثانيه مع الشعب الفقير هذا سمعت ولا سمعت ولا قل لي 56 حمداوي 57 انا سبت انا ب 57 يروحوا هنا يروحوا هنا 57 يدموا توالو اسمع الحمداوي ربع شهور ويا سومه فريده ربع شهور ويا سومه فريده البقره المليحه ب 80 مليون تنزل اليد العامله ما كانتش اليد العامله ما كانتش غاشي كله ويمشي طري شعره يكون الحبس له بالحبس ما يخدم مات شكرا على المشاركه قول له هكذا قول له اليد العامله عندك الشبيبه هذه اعطيها باه ينوضوا يخدموا على ارواحهم راهم مخادمين ما والو يظلوا ناطلوا ما يمشطوا يغسلوا في روسهم والله دزهم الصحراء الرقان يخدموا هكذا يعطيك الصحه شكرا على المشاركه اسمح لي اذا متابعينا الجوله تاعنا ما زالت مستمره بسوق تجنانت لولايه ميلا راح نشوفوا اسعار الابقار هنا شحال راهي تدير تقريبا اللحوم ونهضروا ثاني مع الموالين والمربين إذا مشاهدينا متابعينا مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد والحصري من قناة دنيا تيفي تاريخ اليوم هو 7 من فيفري 2023 كما راكم تشوفوا الآن أنا متواجدين بسوق تجنانت لولاية ميلا تغطية خفيفة وسريعة لمعرفة أسعار الأبقار هنا بسوق تجنانت لولاية ميلا نذكر المشاهدين أنه شهر رمضان على الأبواب ما زال شهر وعشر أيام تفصلنا عن شهر رمضان الكريم راح نشوفوا أسعار اللحوم الأبقار الحلوب والعجول شحرها الدير هنايا اليوم بسوق تازنانت لولاية ميلا عندنا أول عرضة للبيع عندنا هاد البقرة هادي سداس سداس هادي يا سداس أخويا الله يبارك ما شاء الله عندنا هادي سداس هادي شحال مسومينك فيها 32 عطاولك شحال 32 32 مليون الله يبارك هادي راهي معمرة ولا ما زال عندها شهرين تعمار شهرين الله يبارك هاد البقرة عندها شهرين تعمار وراهم مسومينو 32 مليون وهاد السلعة جاتنا من ولاية المنطقة هادي تجنانت هادي منا من منطقة تجنانت الله يبارك معليش نسقسيك دقيقة أخي الكريم قل لي شحال راه يدير اللحم تاع البقري عندكم هنا في تجنانت داير 145 مانيش نسمع فيك عيط داير 145 في السوق ماشي برا اها ماشي في 145 واش من الولايه جيتنا انت؟ احنا من الولايه انا ميلا شلغم العيد منا من شلغم العيد شلغم العيد شحال يدير اسعار اللحوم عندكم؟ برا اه كيف كيف بصح الفلحه ندير 150 160 150 160 داكور والاعلاف اسكو تقدر تعطي لي باختصار اسعار الاعلاف شحال راهي دير في المنطقه هذه؟ كيف كيف ندير 400 الحمراء والبيضاء 410000 والاخرى تاع القريشه غاليه ب 600 وروح 420 اه قل لي شهر رمضان مازال الكريم مازال له شهر و10 ايام بالتقريب اسعار اللحوم راح تنزل ولا تستقر ترتفع ترتفع ها عم يقولوا يعلم الله 200 يفوز 200 اللحم تاع العجل ما هي في 200 والاخرى 300 وما يسكوش في الله ما يسلك الوكان ما ياكل من جيت انت باش من المنطقه انا من تجنانت تجنانت من إيه؟ الله يبارك قل لي اسعار بوشري اها الله يبارك قل لي اسعار الابقار خلال اسمح لي اسمعني نهضر مع السيد اسمح لي عبد العالي هو اللي يبيع البقرات تاع البيض انا جاي لي انا جاي لي بالعقل انا جاي لي قل لي اسعار اسمحوا لي اسعار الابقار هنايا في المنطقه هذه خلال الاسبوع هذا اللي فات شحال كانت تدير
بزيت كيما راهي غالي السوق كيما راهي. خاص تغير كارت غريز. اي غالي كلش. المال غالي. غالي المال. يوم انت جاي تهضر معاك. خاص تغير كارت غريز. هكذا. سير هذا الوش. الله يبارك. ما شاء الله. يخدم البقره. راجل مليح هذا. دزك تبون من هيو. لا لا. قولوا دعمنا بالعلف. صحيح. قولوا احنا وضعنا. والله قولوا انا وضعنا. قولوا وقفوا كما تاع الرجال الاولى مع فلسطين والثانيه مع الشعب الفقير هذا. سمعت ولا؟ سمعت ولا؟ قل لي اسعار الابقار خلال الاسبوع اللي فات هنايا كيفاش كانت؟ عندها 4 شهور وهي سومه فريده. 4 شهور وهي سومه فريده البقره المليحه ب 80 مليون. داكور. البقره تاع الحليب شحال دارت بالتقريب؟ من 100 ورد اللوز. 60 وطلع الفوق. من 60. إيه؟ الله يبارك. والوكارف تاع تاع اللحم شحال داروا تقريبا؟ 100 مليون. إيه؟ داكور. الحمو ب 240 الف. داكور. وشنو توقعاتك اسعار اللحوم راح تنزل في شهر رمضان ولا؟ باش تنزل اليد العامله ما كانتش. اليد العامله ما كانتش. غاش ياكلها ويمشط في شعره. يكون الحبس لحوم الحبس. ما يخدموا. مات. شكرا على المشاركه. نهضر معاك قول له هكذا. قول له اليد العامله عندك الشبيبه هذه اعطيها. باه ينوضوا ويخدموا على رواحهم راهم خادمين ما والو يظلوا ناطول وما يمشطوا ويغسلوا في روسهم والله دزهم للصحراء الرقان يخدموا هكذا يعطيك الصحة شكرا على المشاركة اسمح لي إذا متابعينا الجولة تاعنا ما زالت مستمرة بسوق تزنانت لولاية ميلا راح نشوفوا أسعار الأبقار هنا شحال راهي دير تقريبا اللحوم ونهضروا ثاني مع الموالين والمربين يا رجل 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 يا الحاج السلام عليكم شحال طالب انت في البقره هذه شحال ساومتو من هو طالبه انت شحال ساومتو انا اللي ساومتو نعطيك 35 عطيتو 35 مليون الله يبارك البقره هذه السن تاعها شحال 4 سنين الله يبارك معمره دافعه هذه مازال ماشي دافعه ماشي دافعه وانت شحال انت شحال قلت له السن 40 40 ايه داكور قال لك 40 تبيع ولا لا بزاف عليا يشري تبع يبيع حتى هو انا اللي نشري انا اللي راني نشري يا وليدي شري هو الله يرب تصور فينا بس صبحوا يبات العشية شوف مرتك العشية شوف العشية ساعة باكر قاعد نبيع نشري البقرة روح أنت روح إذن متابعينا عرض آخر للبيع عندنا هاد لوكارف الله يبارك عندنا زوج هنا عندنا ذكر وانثى يا اخي كان عندك نمبر تاعو عيط له يا اللي عيط له البارح ما سجع عليا ونورمال ويجي شحال مسومينك انا اخويا العزيز 23 ونص هنا راه مسومينو 23 ونص والعمر هنا بالتقريب شحال سمانه العمر عندهم اسبوع والبيع شحال يقول بالتقريب مازال بعيد بعيد بزاف قل لي ما زلت عندك سلعه في الدار ولا غير هادو هادو برك الله يبارك ما شاء الله لي الرقم تاعك ولا لا معليش ما حبش يخلي لي الرقم عنده هاد لوكارف بزاف شابين تاع تربيه إذا متابعينا عرض آخر للبيع عندنا زوج وكريفات هذو إناث في زوج العمر تاعهم هو تقريبا أسبوع والسيد راه مسومين هنا شحال؟ 16 و200 عطاو له 16 و200 في زوج الله يبارك عطاو له 16 و200 في زوج من جيتنا المكان؟ هذا من عين مليله تحياتنا الناس عين مليله قل لي الرقم الهاتف تخليه لي تاعك لا حبيت الى عندك سلعه ما عندوش سلعه شكرا على المشاركه
إذن متابعينا عرض آخر للبيع، عندنا هذه البقرة هدية جملة، راهي معاه بنتها عنده كريفة كر، عنده كريفة وليك الله يبارك. شحال العمر تاعو هذا؟ عنده 4 شهور. والسيد راه مسومينه شحال؟ عطوني فيها 39.5 39 مليون ونص، الله يبارك. البيع شحال راه يقول هنا بالتقريب؟ 42 على ربي ان شاء الله. 42 مليون، شحال تحلب البقرة هذه؟ تحلب واحد 10 دراهم. الله يبارك، مين جاتنا هذه المنطقة؟ بيضة برج لا تعرف. وين جاية ما نعرفهاش؟ سطيف. هنايا سطيف. هذه من الولاية الحدودية سطيف. إذن متابعينا عرض آخر للبيع، عندنا هذه الوكريفة. هذي شحال عندها من شهر خويا العزيز؟ عيط له تشوز قيلو اخي، شحال عندها هذي بالتقريب؟ 5 شهور. عندها 5 شهور. والسيد راه مسومينه هنا شحال؟ شحال السيد راه مسومينه؟ 22 و700. اسمح لي تشوف. صورني اش برك ساعه. البيع شحال راه يقول هنا بالتقريب؟ البيع ان شاء الله قال لكم البيع 24. إذن متابعينا عرض آخر للبيع، عندنا هاد الوكريفة، هذه العمر تاعها هو 7 أشهر. والسيد راه مسومينه شحال سومو؟ 31. عطاولو 31 مليون. والبيع شحال يقول بالتقريب؟ البيع بالتقريب شحال؟ 35. تقدر تحكي لي شوية على أسعار الأبقار اليوم هنا بسوق تاجنانت؟ وش تقول للناس اللي راه يتابع فينا؟ أسعار مليحة. أها الأسعار أسكو راهي طالعة ولا نازلة ولا مستقرة؟ كيفاش راك تشوف فيها أنت؟ مليحة برك. مليحة. يعطيك الصحة، شكرا على المشاركة. إذا متابعينا عرض آخر للبيع، عندنا هاد الوكارف، هادو ما كاع ذكور والعمر تاعهم بالتقريب شحال عندهم من شهر هادو؟ 7 أشهر. العمر هنا راه يقول من 7 إلى 8 أشهر. وشحال مسومين لك في الوكريف هنا؟ 21 مليون. والبيع شحال بالتقريب؟ 25. شحال يوزن الوكريف هنا؟ هذوك كسب هذوك على بالكش ابراهيم. لا صورنا هذا صور إذا متابعينا تلاقينا مع ناس حمام سخنة، راح نسقسيهم على الأجواء ونسقسيهم على الأسعار اليوم كيفاش راهي هنا بسوق تجنان. تفضل.
السوق هاك تشوفها غاليه والله. هاك شفت هاك درت قبلك تشوف الغلا. كل شيء راني جاي هذا نهضر مع الراجل كل شيء راهو غالي هنا بحال. جيت تشري نتايا؟ جيت نشري. واش حبيت تشري اليوم؟ حبيت نشري وكيرف هما ما حبوش يبيعوهم. اها انت شحال ساومتهم؟ انت شحال ساومت انت؟ يرضع يقول لك 20 مليون. اها وكيعود يعني مليح يعني عجل راعي ليا الهول. ب 40 بصح تلقاه كلاك كلش تدي تربطو نهار تجي تبيع صوارتك ما تلقاهمش. وشنو سبب الغلاء والارتفاع هذا في رايك نتايا؟ السبب العلف والدواء. داكور قل لي الاعلاف عندكم شحال راه يدير في الصيف باش الناس الصيف يعرفوا والولايات المجاوره الشعير شحال راه يدير عندكم؟ كيفاه؟ من 600 وروح لفوق. من 600 وطلع ولا يحكموك في الطريق هازو يديوك للحبس. شريه على هذا في مدي هنا علف والدبايب تاوعك. واش يحكمك في البراج يقول لك هنا مديه للدبايب يقول لك ها جيب لي الريجيست. كاش ما عندي انا ريجيست واش من ريجيست انا اللي ندير؟ تسمى يتعاملوا بالاوراق لازم الاوراق هكذا إيه. تثبت انه هذاك ايه يقول لك هات لي ريجيست. اها معليش انا ريجيست انا نشري على فلاح راح نعلفوا نجي عاقف البراج قلت لي ريجيست نتاع الشعير. اللحم شحال راه يدير عندكم في الصيف ولايه الصيف نتاع البقريه؟ شحال يدير؟ 150 160 اللي عنده المعلومه يعطيها لي فيكم. شكون هو؟ كيفاه؟ قلت لك اللي عنده المعلومه هو اللي يهدر. 150 الله يبارك 150. وشنو توقعاتك الاسعار اللحوم خلال شهر رمضان؟ مازال له شهر وعشرة ايام الاسعار راح تنزل تاع اللحوم ولا راح تستقر؟ لا تبقى مستقره ولا راح تزيد. على اللحم في رمضان يمشي اكثر من اكثر من الفطر. كاين معلومات متداوله تقول انه راح يجيبوا اللحوم تاع الجنوب يجيبوها للشمال هنا والولايات الوسطى. واش تقول في النقطه هذه انت؟ بالك جابوه بعد هذاك تاع الخارج اللي جا ما واش يقول لك تاع الجنوب تاع الجنوب راح يجيبوا اللحوم تاع الجنوب هنا للشمال والوسط. واش رايك انت؟ دوك شوف على حسب على حسب الكمية اللي راح نجيبو. لو كان جابوا كمية قليلة واش راح يدير؟ واش راح تدير؟ ما عندها واش راح تدير؟ يعطيك لكن جابوا كمية كبيرة راح شوية. شكرا يعطيك صحة. إذا متابعينا الجولة تاعنا ما زالت مستمرة لتغطية أسعار أسعار الأبقار الحلوب واللحوم هنا بسوق تجنانت لولاية ميلان. ذكر المشاهدين أنه لحوم الجنوب راهي قادمة هنايا للولايات الشمالية والولايات الوسطى. ريحوا معنا باش نشوفوا الأسعار في مكان آخر. إذا متابعينا عندنا هذه البقرة هذه جملة راهي معمرة الله يبارك راهي قريب تولد. راهي حامل هذه واش من الشهر راهي فيه خويا العزيز؟ 8 عندها 8 شهور. وشحال مسومين هنا؟ 37 سوموه 37 نورمالمون. هذه البقرة تباعت دوكا هذا وين تباعت؟ راهم يتشاوروا عليها. إذا متابعينا عرض آخر للبيع عندنا هذه البقرة هذه رباعية وراهم مساومينه 55 عنده وكريف ولا وكريفة؟ وكريف هاوليك اسمح لي نشوفوه معليش هاوليك 55 خلني خصيت اربعه الحبالي باش تزيد صور لي شوفوني فيها زيد صور 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 لي شوفوني ساعه فيه معليش هاوليك السيد اللي راه يساوم فيه انت شحال ساومته؟ 55 روح الله يبارك. وانت شحال قلت له؟ انت شحال قاطع السعر سعر البيع بالتقريب؟ قلت له 65 65 قال لك كيفاش دوكا؟ ماشيش غالي يعني وانا قال لي 59 لا ما قلتش 59 ها يا ابو علان هذاك يربي ما دنيكش لي والله ما سمعتك. بقرة طلبت فيها 60 مليون اها 60 بعتو 60 ولا 59 داكور. قول لي البقرة هذه مليحة؟ ايه مليحة هي تاع تربية تاع تربية هي. الله يبارك هي 10 اوكي. كيفاش راك تشوف اسعار الابقار اليوم هنا بسوق تجنانت لولاية ميلا؟ غالية
غالية. سوق مرتفع. قل لي شكون اللي راه غالي، البقرة تاع اللحم، البقرة تاع الحليب عفوا، ولا البقرة تاع الحليب ولا تاع اللحم؟ البقرة تاع الحليب ولا عجين كساب؟ اللحم رخيص. مين جيتنا واش من الولاية؟ أم البواقي، الله يبارك، هذا جانا من ولاية أم البواقي، احكي لنا شوية على الأسعار عندكم في أم البواقي كيفاش راهي؟ غالية غالية الأسعار، غالية، والبقرة أنا ناقص. شكرا على المشاركة. هضرنا على الألف الموالين راهم حابسين على الريع، الألف ما كانش كيفاه قالوا ندوا لكم الألف الضرق مازال ما مدوناش. معليش انتايا انتايا تاجر ولا موال مربي؟ انا موال مربي. الله يبارك. واش من وين واش من الولاية؟ ولاية باتنا. الله يبارك. وشنو الطلب تاعك؟ الطلب تاعنا العلف مازال ما مدوناش الألف حتى الضرق. وين واش من المنطقة المكان؟ المكان ولاد فاضل. ولاد فاضل. نعميه. ان شاء الله يكون تكون الرسالة تاعك راهي لحقت دوكا. احكي لي شوية على الأسعار في ولاية باتنا كيفاش راهي تاع الأبقار؟ الأسعار تاع الأبقار غالية، المال غالي. المال من العلف الغلا ما لقينا ما نوكلوا. العلف اللي يطلعوا. فهمت؟ اللحوم شحال راهي دير عندكم تاع البقر؟ اللحوم تاع البقر راهي في 220. اللحوم تاع البقر. اها. الخروف راهو في 230. اسمح لي بالنسبة للأعلاف النخالة الحمراء والبيضاء شحال راهي دير؟ راهي في 440. الشعير؟ الشعير راهو في 600، في 560. القرط والتبن؟ القرط والتبن، القرط راهو في 70 80، التبن راهو في 50. بصح الأعلاف هما اللي خلاو المال يطلع هكا. الأعلاف الأعلاف لازم يوفرونا الأعلاف. قل لي بالنسبة لأسعار اللحوم خلال شهر رمضان وشنو توقعاتك؟ رمضان مازالوا شهر وعشرة عشرة أيام. لو كان يقعد الحال ما يلقاوش، ما يلقاوش اللحم. الخروف ما يلقاوش خلاص. ما كانش اللحم طول. الحملاوية. شكرا على المشاركة، يعطيك الصحة خويا العزيز. هيا خليني نروح. لاباس زيد عمي الحملاوي. شكون اللي جاك؟ 56 56 فوت. اي تشك والله. اي 56 الحملاوي. ها 57. 57 انا سبت انا ب 57. ايوا اربعوا هنا يروحوا هنا. 57 تموت والو. اربعوا قال لي بحال. اسمع الحملاوي. يروح له. 57 بقرة. 57. Thank you.